أنا بفهم وجعك لأني عايش وجعك مثلك ومعك. يمكن أيام تحس حالك لحالك، تحس الدنيا عم تسكر بوجهك وما حدا حاسس فيك، بس وقف لحظة وتطلع حولك. عندك يلي عم يبتسم للكل بس من جوا عم يبكي، عندك يلي مادد إيده للكل بس بيتمنى إيد تساعده، عندك المخنوق يلي بيذكرك تاخد نفس، وعندك يلي عازل حاله عنك بس بيتمنى كلمة منك لتساعده يطلع من عزلته. وما وقفت هون، بس وقفت علي وعليك وعلينا كلنا. الحمل تقيل على الكل، بس إذا فتحنا قلبنا لبعض منكون عم نساعد حالنا ونساعد بعض. صحتك النفسية أولوية.